روبلوكس بلوكس بروت مقطع جديد. أعزائي المشاهدين اليوم يا عيال رجعت لكم حلقة ثانية من الصفر، ولكن يا عيال كانت مع اللافة من اللافة زي ما تشوفون اني ما ألمس الأرض وما أدري إيش مشاكل كثير، ولكن ما حبيت وقلتوا لي لابد إنك تبدأها من الصفر ولكن بشكل عادي. أبشروا بيحطوا لي يا عيال على المقطع هذا بالذات 500 لايك وبإذن الله إنها بتتفجر الحلقة هذه. سيرفر الديسكورد اللي يسأل عن سيرفر الديسكورد يا عيال خش الرابط اللي تحت ونوروني هناك. الله يعطيكم العافية على الدعم السابق يا عيال، خلونا نبدأ على طول بالحلقة هذه. يا عيال أنا فاكيتي ما عجبتني صراحة ان البوم يا عيال، البوم كنت ماخذها وماخذها بيرن طبعا والله اني ناقد دراهم علشان اخذ الباكه هذه، بس يا عيال علشان ايش؟ علشان كنت بس اني ادمج بيت زي كذا زي ما تشوفون بس خلاص. يا ولد شو العلم، لا 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 لا، اليوم يا عيال ودي افعل مود الشحاته كذا، اروح على السيرفرات انسخ لي بليز فروت واحاول انهم يحطوني باكه جديده. يا الله يا رب نحصل ناس يا عيال بليز فروت، بكتب بيشوفون سكني كذا نوب وهطف يا عيال على طول، ممكن انهم يعطوني يا رب يا كريم. والله متحمس بليز فروت جايز جايز بليز فروت جايز، يرحم اهلكم. اي كابتن عطني زاهر، يرحم امك انت تطقم المخيس ذا، وين يا ابوي مطقم من شارع الابراج. عطني بليز فروت يقطع يا شيخ الماني بقايله. فروت فروت جي فروت جي فروت يا ولد جي فروت جي فروت، والله لا اقدرك والله لا اقدرك. يا عيال اصبر اصبر، ما في شيء ذيش كثير يا اخي اصبر. ايوه بوم عطى شيلك لك بوم يا القم القم يا هطف، ما تعطيني فروت انا والله لاوريك. لا 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 ابعد 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 ورع ابعد ورع يا عيال، هذا مع فاكه المشكله، هذا مع فاكه هذا مع فاكه يا عيال. ابجلده 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 ابجلده، تعال تعال ما شوفني ما شوفني ما شوفني، انزل 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 انزل، تكفى تكفى تكفى، فجره فجره فجرته يا عيال، خذت منه بونتي. يلا يلا نروح القطر يا عيال، لبل اول صيد يا عيال قبل الله مكس، وين يا ابوي؟ يلا يلا خلاص والله نروح نلبل ونروح الجزيره الثانيه. في الحلقه السابقه يا عيال كنت واقف انا وين 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 وين، خلنا نشوف بسم الله. اي والله لا 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 للحين يا عيال باقي لي غوريلات، ايش العلم يا ولد؟ ها لا 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 متاكد انا اني مخلصها كل ابوها. طب خلنا نشوف ايش باقي يا عيال. الغوريلا كينج غوريلا كينج قتلته، طيب ايش تبيني اسوي يا اخي؟ بروح للغوريلا كينج ذا الغبي ذا. يا الله كانت الحلقه هذيك معاناه يا عيال، تذكرون اجيب السفينه هنا وما ادري ايش، ويلا انقز الله المستعان. يا ابوي كثير منكم قالوا لي يا عيال انت محظوظ لان طلع لك من البدايه رئيس القرش. هل رئيس القرش يا عيال نادر هالدرجه انه يطلع لك بالحساب الجديد؟ والله ما اتوقع يا عيال، ايش ليش وشلون؟ علموني اذا في شيء عندي كويس. والله كويس. ايه ايه تفجر يلا يلا تفجر تفجر يا حبيبي. والله الدنيا غوريلات وما ادري ايش، والله يبغى لي الحين يا عيال ارفع مستوى من ستاتس، ولازم اني اشتري دبل فلوس. يا الله نسيت احط يا عيال دبل اكس بي، تصدقون ليفلي 30 يا عيال، باقي لي 20 ليفل واقدر نفتح فاكهه. يا رب يطلع لي شيء كويس. الستات هذه بحطها يا عيال الثلاثه كله بوها على الديفنس، الديفنس انا ما حطيت فيه شيء يا عيال. بسم الله الرحمن الرحيم، خلوني اجيب لنا كود يا عيال بسرعه نفعله ونرجع. يهيه زبط هذا 20 دقيقه يا عيال، ليتس جو ليتس جو. قول لله عيني بعينك حبيبي انا اوريك. يلا 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 يا ابوي عطى ام هذا الفاكهه لحد الان ما لفلته، يا اني لفل الاسلوب يا اني لفل الفاكهه، بس عشان اضرب يا عيال لازم اني ادمج بكل شيء. بسم الله هوبا، تذكرني يا ابوي تذكرني، رقص كوبا كانجس تايم الحين. ها رقص كينا. يلا 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 القم 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 القم. يهي التلفيه من الصفر، وانت قد وصلت الماكس والله تحس انك محترف مره يا عيال. اول معاناه والله العظيم معاناه يا عيال عشان اقتل بس الغوريلا هذا. يا ساتر ابي ارفع ليفل 14 حلو يا عيال. جزيره جديده 6 ستاتس عندي الحين يا عيال، اقدر اني احطها هنا بالخانه، هل احطها بالديفنس؟ انا ما عاد احتاج يا عيال زي اول انه بس لياقه 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 رجي، ودي اني احطها بالديفنس، ما عندي دفاع يا عيال لانه بتصعب علينا الحين وبيصير ما عندنا دفاع، احس انها بتصير مشاكل والله والله مشاكل. زيلوس عيني بعينك ها، شوي وارجع لك يا حبيبي بس خلي انفل. واخيرا يا عيال الجزيره اللي بعدها، السلام عليكم. اقطع ابو شعرك يا شيخ، ذكرني ايام 2012 قلب قلب. وين وين الطقه المخيسه ذي؟ يلا يلا خلنا ناخذ الفري يا حبيبي، والله ماني بدافع ولا شيء. واول معاناه اقسم بالله عشان انقز فوق السفينه وعشان وعشان. لا تقول هذه اللي هنا 300 متر السجن يا عيال. لا لا مو السجن، اتوقع اللي فيه حلبه. اذا انا مصحصح يا عيال علموني بالكومنتات، اكتبوا كذا تفاعلوا معي يا عيال. المقطع السابق كان في مشاكل وانحذف، اتمنى ترجعون تدعمونا. والحمد لله يا عيال قدرنا نوصل 21000، وباذن الله اذا بنوصل يا عيال لل 30000 قريب. اهدافنا الاوليه لهذه السنه يا عيال وحققناها ولله الحمد، ال 10000 دن، ال 20000 دن، ال 30 جايه ولا 40 وبال 50 يا رب يا كريم. الله يجعلكم مشاهدين لله علي. حطوا اللايك يا عيال وتفاعلوا بالكومنتات وسووا شير
الشير جدا مهم هو اللايك. انكم تسوونه يا عيال يدعم المقاطع حقتي، يرفع المقاطع، يبدا ينشر في كل مكان. مستمتع حط اللايك والاشتراك. عرفت هذه يا عيال جزيره باقي الظاهر صح؟ ما ادري الحين اني مو بنفس اول يا عيال لافا ملافا اقدر ادق وجه الدزه بالله عليك. اي والله هاي هاي نحن رجال القراصنه هاي 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 هاي. السلام عليكم، هذا انت صاحب الكويز يقطع ام الشعر يا شيخ ذكرني بنينجا. خذ لك بسم الله الرحمن الرحيم. البايرتس القراصنه، على طول نبدا بالقراصنه. وين القراصنه؟ خلينا نشوفهم هذول هم. طيب عندي يا عيال خطه جدا كويسه اني اجمع كل ابوهم القراصنه. اصبر وجع يجع لك الوجع، اجمعهم كذا وبعدين يا عيال انحاش ومعي فاكهه البوم اعطهم بالبوم بحيث اني يا عيال الفل بشكل سريع. لازم استفيد من الدبل اكس بي اللي عندي، والله العظيم يخلص يا عيال. ايش هذا؟ يلا 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 يا ساتر. الحمد لله ان البوم يا عيال خل داونها سريع ولا والله لا تورط. حلو حلو شباب، كيف حالكم؟ طيبين يعني؟ كيف اموركم وانتم قاعد تلعقوني كذا؟ ها ها تمد يدك يلقم يلا يلقم. والله ممتع يا عيال من الصفر، حتى لو انك واصل يا اخي ماكس دلهمه يمبونتي يا ما حد يهايط يعني ولا شيء، بس والله ممتع ممتع ممتع. الله الدنيا الله 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 الله. باقي اربع القراص اللي فوق، مين اللي فوق قراصنه برضه ولا مين يا عيال؟ خلوني اشوف باقي موجود. ابدا دق وجهك. هذا وش بايرت؟ اي والله بايرت. وري وري اعطني ليفل. لا ال... يا اي والله احتاج دفاع يا عيال، قايل لكم بدوا يصيرون اقوياء هذول. ما عاد بنفس اول، بس اني اسويها من بدون ما المس اللافا وما ادري وش هو. يا ولد يا ولد يا ولد الكم الكم الكم. ما عاد عندي رجي. اعطى بوكس كذا، اعطى كف ثم نرجع له كذا. رجع له بالزد يا حبيبي، ما بقى لك الا تفله. يلا موت يلا 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 جيب صناديق فواكه اي شيء. ابغى مساعدات يا عيال، ابغى ناس تساعدني من المتابعين. انت قاعد تشوف؟ اي نعم انت يا اسطورتي، ابغاكم تساعدوني يا عيال. والله احتاج فواكه، احتاج الامور هذه كل ابوها. يلا 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 احتاج دبل اكس بي، احتاج دبل مساحه يا عيال. ساعدوني بالسلسله هذه، لازم ان نمكس ام الحساب هذا، وبعد ما مكسه ما راح اخليه. وش بتسوي؟ راح يا عيال اسوي له بدايه من النوب للاحتراف بحيث ان نصيد في بونتي ونحاول نوصل 30 مليون بونتي. ايش رايكم يا عيال؟ اكتبوا لي بالكومنتات اذا متحمسين نسويها ولا لا. فجر امهم ذولا كذا. فاكهه اقوى شيء عندي الفاكهه، كثرت ستات على الفاكهه. المفروض برضو احط شيء هنا في هذا يا عيال. انتوا تشورون علي، احتاج دبل ميستري صح؟ احتاج ايش هذا؟ السكروب ميتل. وشو اول حاجه يجيني يا عيال في الحساب هذا؟ السكروب ميتل هذه. يا الله انجاز الحين. سلام يا طيب، كم ليفلي؟ 36. يا الله والله يا اني قد ايش متحمس اني اروح افتح فاكهه يا عيال، واول فاكهه افتحها من عند زيلوس. يا الله يا رب يا كريم، وش اسوي؟ بايرت ولا ذولا يا عيال؟ يفصلني عن اني افتح فاكهه من عند زيلوس. 10 بس ليفلات، يا رب اني اجيبه بزرع وقت. قول لي مع عجره ذا مهايطي يا الداشر، معك عجره؟ تعال مش تعال. خلينا نشوف هذا برضه، هذا برضه الداشر الثاني. اي 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 بقدر افقع. واقوياء هذول، اقوياء والله عرابجه هذول الدشير يا عيال، لا تهيط عليهم. شفت اللي في المدرسه يجيك وحمضيات ودائما غياب وحاله امه صعبه؟ هذا هو، هذا هو الداشر. ايوه تعال 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 انت يا تعال. تعال يا سباق امشيك ابدي، هذاك راح يدتني يا عيال، ادري وين راح الحاله. تعال امشي امشي انت وياه، لازم اني ادمجهم يا عيال بحيث انهم خلاص يحقدون علي بدون يجوني انا لحالي. اي 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 ادب ادب ادب، تلحقني زي الكلب انت وياه. تسمع تسمع بوم عطى. يهي ضعيف ضعيف الاسلوب، ضعيف 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 ضعيف. لازم اني افجرهم، لازم اني ازود يا عيال الليفلات تبع لازم اني اجيب دبل اكس بي، لازم 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 مشحن واجيب دبل اكس بي يا عيال. ها وش تنصحوني يا عيال؟ اول شيء اجيب دبل اكس بي ولا دبل فلوس؟ او اني اجيب دبل اكس بي واجيب دبل فلوس مع بعض بحيث اننا نقدر نسوي اشياء مره خارقه. وش بتسوي عشان نقدر نجمع يا عيال؟ نقدر كل شوي نفتح فاكهه نفتح فاكهه نفتح فاكهه. يا هي طلع لي الف الف. ايش تسوي؟ ايش فيه؟ تغير ملابسك ولا وشو؟ ايوه يها 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 يها، صار عندي حركه جديده يا عيال اللي هي الاف. الان يا عيال بنصير اقوياء رسميا. يها يا عيال باقي ليفلين يا عيال، يا عيال باقي ليفلين. يا ساتر ما يمديني اسوي داشات الا يخلص للرجي. وين سلامات يا ابوي؟ احتاج وشاح الزباله اقل شيء اكرمكم الله بحيث انه برضه يساعدني. عطى يا عمري. يها جبنا ليفل 50 يا عيال، الان هو بشكل رسمي اقدر اني افتح فاكهه يا عيال في العالم الاول. الجنجل وديني تيرلين تيرلين تيري. يا ابوي تريلا تريلا والله تريلا جسدي وكذا. زيلوس هلا 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 هلا، بسم الله الرحمن الرحيم. يا عيال ناقصني فلوس شوي يا عيال، ما اقدر. زيلوس انت ما تدري قديش تعذبت انا عشان اجيب الفاكهه هذه، فعشان كذا يرحم والديك. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا ربي بما اني مطفر يا عيال انه يعطيني شيء مره قوي. تكفى يا زيلوس يا ربي، واول فاكهه افتحها بحظكم يا عيال. يا رب يا كريم يا رحمن يا رحيم. يلا يلا باي باي. ايش ايش؟ لا يا معي بوم، يطلع لي بوم ليه؟ ليه يطلع لي بوم وانا معي بوم؟ والله استهبال والله استهبال يا الاباطه. راحت الفلوس، لازم اني ارجع الان الفل من جديد. الله ياخذك يا شيخ. الله نرجع مطفرين ذا السفينه الخايسه. اقسم هذه تلقاها يا حبيبي، شفت بيضه كندر؟ تلقاها في بيضه كندر هذه اللعبه، تركبها كذا شيء على شيء تركب تقعد تلعب فيها. نن 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 نن.
آه سلام عليكم. هذا يا عيال كنا رمل مفرمل ولا هذه شك ولا ملقي الوجه هنا مطلوب. يهو يا قوي انت يا قوي. سلام عليكم. هذه منطقة عسكرية يا عيال. مين تبغون يجلدهم بس؟ هذولا ايزي ذولا ايزي. هذولا معهم سكاكين؟ هذولك عجاري يا عيال. اعوذ بالله. ايش هذا؟ ألقم بس ألقم 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 أفجرك أنا. يعني منطقة عسكرية وكذا متعودين على التفجير صح؟ يعني مو شيء جديد عليكم. يلا ألقم يا حبيبي. بالله يا عيال قد شفتوا حظ. من حظي في بلوك شروط يعني معي عيال فاكهة البوم يروحون يطلعون لي فاكهة البوم يا اخي طلع لي فاكهة ثانية خلني استمتع ابغى اجرب كل الفواكه يا عيال بجربها بلفلها بسوي كل شيء متحمس انا مرة بالسلسلة هذه تروح تطلع لي فاكهة هلا 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 طب ما عندهم بوس دول اتوقع صح قم قم لا تدلع بس قم لا تدلع بس قم سفينتي القبيحة في ضاك نبغى نقفل 30,000 باسرع وقت ان شاء الله اشتريها يا عيال بير من البوبة ولا ما اشتريها بير وش رايكم ايه قفلت 75 يا عيال الان 76 الحمد لله زود السات فروت يا حبيبي عشان نقدر نقتل الاقوى والاقوى والاقوى يا حبيبي وندق غشمهم وينهم وينهم ابغاهم انا ابغاهم ابغى اشوفهم وينهم الله دلع وكل شيء وحاطين لهم جسر هذول هم اقول تعال بس تعال العظيم انت وياه امش بس امش امش يرجع لك امش خذ مايك خلينا نجرب عليهم الدمج هذول القم يا ويلي القم 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 هذول سبايك والله اني حسبتهم اقوياء يا عيال ادري يا عيال الكوست اللي بعده كم ليفل كم اتوقع انه ليفل 100 يا عيال ابصم يا عيال وببصل يا عيال وبدلعكم بحلقات هذه التلفيل والتوصيل السلسلة هذه يا عيال سويتها علشان يا عيال تنبسطون لازم عاد توقفون معي يا عيال تعلموني اول باول وش اسوي الجزيرة هذه المفروض اني شريت الشيء الفلاني في السيف الفلاني القن ال انا الان مش صفر يا عيال ما اعرف شيء علموني بما اني خشيت ال 80 ولحد الان يا عيال ما قال لك كويست جديد فمعناته الجزيرة الجاية على 100 واخيرا نيو كويست افيلبل يا عيال يا الله والله ما تدرون قديش جلس يا اخي متعب 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 الان يا عيال قررت اني اجيب يا عيال متابعين اساطيري طبعا اساطير يا حبايب قلبي والله نحبكم لازم انهم يفتحون لي فاكهه يا عيال ارحب 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 نزل هذه سموك اتوقع سموك شباب صح يا رب ما يطلع لي كل ابو سموك 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 يا عيال هذه اول فاكهه بسم الله الرحمن الرحيم نسوي ستور زي ما تشوفون يا عيال تورطت وجبت الفزعه من المتابعين ولكن المتابعين كل ابوهم فاتحين يا عيال وما طلعت لي الا فاكهه واحده الا وهي السموك ممكن اجرب السموك المره الجايه لان معي بيرم يا البوم والله اني طفشت منها ودي اني اغيرها الله يعطيكم العافيه لين وصلنا لهذا المقطع لا تنسوا اللايك والاشتراك نبي 500 لايك يا عيال الله يعطيكم العافيه